السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر آداب وإنسانيات، وهو بعنوان النماذج الأسية الجزء الثاني. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو حساب الفائدة المركبة، التعرف على الأساس الطبيعي، حساب الفائدة المركبة المتصلة. والآن لنبدأ بالتهيئة، وهي من الكتاب المدرسي صفحة 18. يقول السؤال: أوجد جملة المبلغ في نهاية الفترة الزمنية المعطاة. السؤال السابع: فائدة مركبة شهرية P equal 2000 قطري ريال، R equal 3%، T equal 5 سنوات. والآن لو سألتكم ماذا تمثل الـ P؟ هل من إجابة؟ نعم صحيح، إنها تمثل المبلغ الأساس. وماذا تمثل الـ R؟ من يجيب؟ تفضل. نعم، إنها تمثل نسبة الفائدة. وماذا تمثل التي هنا؟ من يجيب؟ تفضل. الزمن بالسنوات، نعم 5 سنوات. والآن لنبدأ الحل سويا. من يعطيني صيغة الفائدة المركبة الشهرية؟ من يرفع يده ويجيب على هذا السؤال ويعطينا صيغة الفائدة المركبة الشهرية؟ تفضل. أحسنت، هذا كلام سليم. A equal 2000 times 1 plus 0.03 over 12 all to the power of 5 times 12. حسنا، لماذا وضعنا 12 هنا ولم نضع 4 على سبيل المثال؟ هل من إجابة؟ نعم، لأن الفائدة مركبة شهرية والسنة تحوي 12 شهرا. أحسنت، بارك الله فيك. والآن باستخدام الآلة الحاسبة يمكننا أن نحسب هذا المقدار. من يساعدنا ويعطينا الجواب كم يكون؟ تفضل. أحسن، نعم 2323.23 قطري ريال. إذن في نهاية الخمس سنوات ستكون جملة المبلغ هي 2323.23 قطري ريال. والآن لنبدأ بالمثال الثالث من الكتاب المدرسي صفحة 15. يقول المثال: افترض أنه تم استثمار مبلغ 1 قطري ريال في حساب مصرفي بفائدة سنوية معدلها 100% لمدة سنة واحدة. تعطي المعادلة 8 equal 1 times 1 plus 1 over n all to the power of n times 1 which equals 1 plus 1 over n all to the power of n جملة المبلغ بعد سنة على الإيداع. إذا كان عدد الفترات الفائدة المركبة n، أوجد قيمة الرصيد لعدد الفترات المعطاة في الجدول. لاحظ معي عزيز الطالب، الجدول يتكون من عدد الفترات، ونبدأ من 1 ثم 10 ثم 100 ثم 1000 ثم 10000 ثم 100000 ومن جملة المبلغ وهي قيمة 1 plus 1 over n all to the power of n. والآن لنبدأ بالحل سويا. ما هي جملة المبلغ إذا كان عدد الفترات الجزئية فترة واحدة؟ نعم، سنعوض مكان الـ n بواحد. أحسنت، so that 1 plus 1 over 1
all to the power 1. وبالآلة الحاسبة يمكنك أن تجد الجواب equals 2 بكل بساطة. والآن ما هي جملة المبلغ إذا كان هناك 10 فترات؟ تفضل. أحسنت. 1 plus 1 over 10 all to the power of 10. نعم، عوضنا بمكان الـ n بـ 10، وباستخدام الآلة الحاسبة نحصل على الجواب 2.593742.46. من يعطيني جملة المبلغ عندما يكون عدد فترات الفائدة المركبة 100؟ تفضل. أحسنت. وباستخدام الآلة الحاسبة بعد أن عوضنا عن الـ n بـ 100، لاحظ 2.7048.138.29. أحسنت. والآن من يعطيني جملة المبلغ إذا كان عدد فترات الفائدة المركبة 1000؟ تفضل. أحسنت. نعم، قمنا بالتعويض عن الـ n بـ 1000، ثم استخدمنا الآلة الحاسبة فحصلنا على 2.7169239.32. أحسنت، بارك الله فيك. والآن إذا كان عدد الفترات 10,000، ماذا سنعمل؟ من يجيب؟ نعم، نعوض مكان الـ n بـ 10,000، ثم نستخدم الآلة الحاسبة فنحصل على 2.7181.45927. أحسنت. وأخيرا إذا كان عدد فترات الفائدة المركبة 100,000، كل ما علينا هو أن نعوض مكان الـ n بـ 100,000، فنحصل على 2.71828237. أحسنتم. والآن لدي سؤال، هل قيمة 1 plus 1 over n all to the power n دقيقة هذه التي حصلنا علينا؟ هل من إجابة؟ كلا. نعم صحيح، كلا. القيم مقربة إلى آخر منزلة عشرية تظهر على شاشة الحاسبة. والآن سؤال آخر، هل من الضروري إيجاد قيمة الرصيد حتى 9 منازل عشرية كما لدينا هنا؟ كلا، قيمة الرصيد معطاة بالريال القطري، والتي تحسب فقط لأقرب جزء من 100. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن عزيزي الطالب، لاحظ معي أنه كلما زاد عدد n اقتربت جملة المبلغ من 2.718. هذا العدد المميز يسمى الأساس الطبيعي. والآن دعونا نضع صياغة لمفهوم الأساس الطبيعي. يعرف الأساس الطبيعي E بأنه القيمة التي يقترب منها المقدار 1 plus 1 over x all to the power x عندما x approaches to infinity. العدد E غير نسبي، بمعنى أنه لا يمكن كتابته على صورة كسر اعتيادي. E equal 2.718281828459. العدد E هو الأساس في صيغة الفائدة المركبة المتصلة، وهي نموذج أسي يستعمل لحساب قيمة المبلغ المستثمر في حساب مصرفي عندما تكون الفائدة مركبة. يمكن التعبير عنها بالصيغة التالية: A equal P times E to the power of RT. حسن، ماذا تمثل P هنا؟ تمثل المبلغ الأصلي. وماذا تمثل الـ E هنا؟ تمثل الأساس الطبيعي. وماذا تمثل الـ R هنا؟ تمثل معدل الفائدة السنوية في الصورة العشرية. وماذا تمثل الـ A هنا؟ نعم، تمثل جملة المبلغ
بعد تي سنة. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال من الكتاب المدرسي صفحة 15، والذي يقول: إذا أكملت الجدول باستعمال N equals 1 مليون، هل ستزداد قيمة الرصيد أم تقل؟ كيف عرفت ذلك؟ ثم تحقق من صحة حلك. والآن لنقم بالإجابة عن السؤال سويا وتقديم الحل. فما رأيكم؟ هل ستزداد أم تقل قيمة الرصيد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل من إجابة؟ أسمع من يقول: ستزداد. نعم ستزداد، حيث وجدنا أن قيمة الرصيد تزداد بزيادة عدد فترات الفائدة المركبة N. لاحظوا معي أعزائي الطلاب، قيمة الرصيد عند التعويض عن N ب 1 مليون في المقدار 1 plus 1 over N all to the power of N تصبح 2.7828080469، بعد أن كانت 2.7826827 عندما كان عدد الفترات 100,000 فترة. والآن دعونا ننتقل للمثال الرابع من الكتاب المدرسي صفحة 15، والذي يقول: تريد ريم استثمار مبلغ 12,600 قطري ريال في حساب مصرفي بفائدة سنوية مركبة متصلة معدلها 3.2%. أوجد جملة المبلغ في حساب ريم المصرفي بعد مرور 12 سنة. قرب الإجابة لأقرب ريال. والآن نقوم بحل المثال معا، ونبدأ بالسؤال التالي: ما نوع الفائدة هنا؟ من منكم يجيب؟ نعم، فائدة سنوية مركبة متصلة، أحسنت. لذلك نستعمل صيغة الفائدة المركبة المتصلة باستعمال القيم التالية: P equal 12,600. ماذا تمثل الـ P هنا؟ نعم، تمثل المبلغ الأساسي. R equal 0.032. ماذا تمثل الـ R هنا؟ تفضل. نعم، تمثل معدل الفائدة السنوية المركبة المتصلة. T equal 12. ماذا تمثل الـ T هنا؟ نعم، تمثل عدد السنوات. والآن ما هي صيغة الفائدة السنوية المركبة المتصلة؟ من يجيب؟ تفضل. A equal P e to the power of RT. بكم نعوض عن الـ P؟ نعم، 12,600. وبكم نعوض عن الـ R؟ تفضل. أحسنت، 0.032. وبكم نعوض عن الـ T؟ T equal 12. بذلك بعد التبسيط نحصل على A equal 12,600 e to the power 0.384. ولحساب e to the power of 0.384 نستعمل المفتاح e to the power of x في الحاسبة، والتي تعطينا جوابا تقريبيا وهو 18,498.63. لكن السؤال يقول قرب الإجابة لأقرب ريال. إذن جملة المبلغ في الحساب بعد مرور 12 سنة مقربة لأقرب ريال هي 18,499 قطري ريال تقريبا. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو
وحاول أن تحل السؤال من الكتاب المدرسي صفحة 15، والذي يقول: استثمر منصور مبلغ 125,000 قطري ريال في حساب مصرفي بفائدة سنوية مركبة متصلة معدلها 4.75%. الفرق A يقول: أوجد جملة المبلغ في الحساب بعد 15 سنة. الفرق B يقول: أوجد جملة المبلغ في الحساب بعد 30 سنة، ثم تحقق من حلك. والآن لنقم بالحل سويا. أولا نعوض في صيغة الفائدة السنوية المركبة المتصلة، وهي A equal 125,000 e to the power of 0.0475 times 15. للتبسيط باستخدام الآلة الحاسبة نحصل على الـ A equal 125,000 e to the power of 0.7125، والتي تساوي 254,885.32 قطري ريال. إذن جملة المبلغ في الحساب بعد مرور 15 سنة هي 254,885.32 قطري ريال. والآن لننتقل لإيجاد جملة المبلغ في الحساب بعد 30 سنة. أيضا نعوض فنحصل على A equal 125,000 times e to the power of 0.0475 times 30 بالآلة الحاسبة، والتبسيط نحصل على A equal 125,000 e to the power 1.425، والتي تساوي 519,732.23 قطري ريال. إذن جملة المبلغ في الحساب بعد مرور 30 سنة هي 519,732.23 قطري ريال. والآن عزيز الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال من الكتاب المدرسي في صفحة 19. السؤال يقول: استعمل المعطيات أدنى في إيجاد جملة المبلغ في الحساب المصرفي. السؤال 18: P equals 2400 قطري ريال. R equals 5.25%. T equals 12 سنة، والمطلوب فائدة مركبة نصف سنوية. لنحل السؤال سويا. نعوض في قاعدة إيجاد الفائدة المركبة نصف السنوية، فنحصل على A equal 2400 times 1 plus 0.0525 over 2 all to the power of 12 times 2. بالتبسيط نحصل على 4,469.79 قطري ريال. إذن جملة المبلغ في الحساب المصرفي بعد مرور 12 سنة هي 4,469.79 قطري ريال. السؤال 20 يقول: P equal 1,000 قطري ريال. R equal 2.8%. T equal 5 سنوات، والمطلوب فائدة مركبة متصلة. نعوض في دالة إيجاد الفائدة المركبة المتصلة، فنحصل على A equal 1000 times e to the power of 0.028 times 5. بالتبسيط A equal 1000 e to the power of 0.14، والتي تساوي 1,000
150.27 قطري ريال. إذن جملة المبلغ في الحساب المصرخي بعد مرور 5 سنوات هي 1150.27 قطري ريال. دمتم بخير وإلى لقاء آخر في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.